احسن من القديم. ليش؟ القديم ينفتح جانبي دائما بمشاكل الغازات وين تصير علينا، وبيجي الشخص ينتظر يبرد، بينما هذا اكثر امان. اول شيء ما يفتح اذا ما ينزل جوا ال 250، اذا مو جوا ال 250 ما يعني ما تنفتح الباب مالته. ثاني شيء اتجاهه للاعلى، فمو يم وجهك نهائيا ما تاذيك. الشغله الثانيه، تجي تريد الشغل بدك تشوف اللوحه هاي حسين، واضح عندك تصوير؟ ايش مكتوب هنا؟ تي 1 هذه ويت انتظار تايم الوقت الاول، تايم الاول تايم 2 تمام. تجي هنا تشوف المخطط البياني، جاي يجي عندك الويت انتظار، ايش قد تخلي طيبه تعالي بالنانة، ايش قد تخلي الوقت مع انتظار؟ طلع ابو جاي تعال حسين علي تعال حبيبي. هذا ايش قد مثلا تريده خلال العينه، خلال نص ساعه ساعه ساعتين، يلا توصل درجه الحراره انت تريدها. فهذا وقت الانتظار اللي هو من درجه الحراره الطبيعيه الموجوده للعينه الى درجه الحراره اللي انت تريدها، باعتبار احنا نرمد بيه من 550 450 حسب النوع، بس دائما هو بال 550 600. فانت شو تسوي؟ لازم تخلي وقت بارتفاع العينه. اكو قسم شو يسوي؟ يجي للعينه يخليها على البرنر يحرقها مقدما، يلا يخليها بالمرمد، فما يحتاج وقت هواي، يخلي وقت قليل فد 5 دقائق 10 دقائق، اكو نص ساعه يريد ترتفع طبيعي، يعني ترتفع ببطء حتى العينه ما تتبخر مباشره وتصير داخل الفرن مو داخل الجفنه مالته. فثبت وقتها بعدين هسه وحده وحده تجيك. بس شوف للمخطط، راح تجي التايم الاول من يوصل هنا، انا بشوف نقطه المنحني باوله وانصعد هنا، وصل درجه الحراره اللي انت تريدها. من يوصل درجه الحراره اللي تريدها يلا يحسب الوقت مالت الترميد، ايش قد مخليه 18 ساعه 16 ساعه، فمن هنا يلا يبدي يحسب الوقت. اما الوقت الاول اللي تثبته لا، هو مجرد وقت الانتظار اللي هو بالصفر او مثل ما هي 25 درجه الحراره جوا، ال 25 لل 600 او لل 500 تمام؟ نعم. هسه الفكره وصلت؟ هسه نجي شلون نحدد؟ تبعون هذا السهم منه؟ شفتوه؟ حسين ايده شفت شفته علي شفته السهم؟ تضغط عليه، شوف شو طاني يا درجة حرارة؟ صفر. لا لا شنو هذه؟ تايم الأول. أول واحد. الوقت الأول. شنو الطين؟ لنفرض راح اعطي بس باع وياي صفر، بس خلي اخذ هو صفر دياله. تمام، لو مخلي له واحد صفر صفر، ايش قد صار؟ صار ساعة، صار ايش قد؟ عشر ساعات. ارجع صفر صار تمام، خلنا نخليه عشر دقائق، اضغط صفر للساعات واضغط واحد واضغط صفر، ايش قد صار؟ عشر دقائق. هسه هاي تمام؟ تمام. تجي تضغط مرة ثانية السهم وين راح؟ الحرارة. تمام، ايش قد حرارتي الان اريد اوصلها؟ 500. ايش قد صارت هسه؟ 500. ترجع تضغط سهم، شو اختار؟ الوقت الثاني تايم 2 اللي هي على 500، ايش قد تريد؟